لابد في البداية نتقدم بالشكر لجريدة تيفلت بريس الحاضرة معنا في كل محطة من محطات أنشطة جمعية ربيع تيفلت للإبداع والتنمية. الشكر موصول لها ولطاقمها. عندما فكرنا في تنظيم هذه الدورة الثانية للملتقى الوطني للسجاني للشباب بمدينة تيفلت وضعنا صوب أعيننا مجموعة من الأهداف، في مقدمتها استمرار على درب تشجيع الشباب في مجال الإبداع الشعري الزجلي على الخصوص نظرا للتراكم الحاصل في الساحة الوطنية. هذا يقتضي منا بطبيعة الحال مساءلة المنجز الشعري الزجلي المغربي مساءلة علمية صريحة واضحة تستطيع أن تضع الشباب على سكة الطريق. هل كل ما يكتبه الشباب فعلا يتصف بمقومات الكتابة الزجلية والكتابة الشعرية بشكل عام؟ هل كل ما يؤلفه الشباب ويكتبونه يخضع للتمثلات والتصورات الضرورية التي تمثل أسلحة لابد أن يتمتع بها المبدع؟ هذه الأسئلة وغيرها هي التي حاولنا أن نصوب أهدافنا تجاهها. لذلك وضعنا برنامجا ضمنه ورشة خاصة من أجل مناقشة هذا الموضوع، من أجل تمثل أعمق لمقومات الكتابة الزجلية. أطرته الأستاذتان الدكتورتان لطيفة الأزرق ونعيمة الواجدي باقتدار وبحكمة باعتبارهما أستاذتين بالتعليم العالي ويشتغلان في مجال التحليل الشعري والنقد الأدبي. كانت الورشة يعني ممتعة، شارك فيها الزجالون الذين حرصت لجنة الفرز والتحكيم على اختيارهم. نحن فخورون إلى حد بعيد باكتشاف أصوات جديدة أكيد سيكون لها باع وسيكون لها مستقبل. هم قادمون بقوة. قبل ذلك إلى جانب هؤلاء الشباب استدعت جمعيتنا أعمدة من رواد الزجل المغربي، في مقدمتهم شيخ الزجالين إدريس أبغار المسناوي بالعطار، إدريس بالعطار غني عن كل تعريف، الهرم مرضوان أفندي. هؤلاء الذين أطروا التجربة الزجلية تاريخيا واستطاعوا بالفعل أن يصلوا بها إلى مستوى يفتخر به الإبداع المغربي. لماذا بالضبط هذا الجمع بين الجيلين؟ من أجل ضمان نوع من التلاقح وضمان نوع من التبادل التأثير والتأثر، ليعرف هؤلاء الشباب أن أمامهم مسؤولية. الكتابة ليست مجرد كتابة، هي مسؤولية بالدرجة، تنطلق من موقف ومن تصور وتستلزم أدوات وتقنيات وآليات وأجهزة مفاهيمية يستطيع أن يلتقط من خلالها وبها إشارات العالم. نتمنى أن نكون قد حققنا بعض هذه الأهداف. ومرة أخرى شكرا لتيفلت بريس.